السلام عليكم، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة. في هذه الحلقة راح نتناول كيفاش نحسبوا عدد لكارت جرافيك ولا الادابتر الموجودين في الميكرو نتاعي وتاعك، يعني كذلك راح نحسبوا عدد الاوتبوت، يعني راح نحسبوا عدد شحال كاين من الشاشة موصولين بجهاز الكمبيوتر تاعك. وذلك باستعمال لا تكنولوجي دايركت اكس موجوده تحتوي على بزاف لي تكنيك، يعني بزاف لي تكنيك اللي سو تكنولوجي، بما في ذلك دايركت اكس جرافيك انفراستركتور بالاختصار تاعها DXGI. نكليكي عليها هنا، وش يقول هنايا في الفيشي تاع ويندوز دايركت اكس جرافيكس، يقول DXGI هي this section contains information about programming with the Microsoft DirectX graphics and infrastructure. روحوا overview، روحوا شوفوا التعريف تاع DirectX graphic infrastructure وشن هي. DXGI's purpose is to communicate with the kernel mode driver and the system hardware as shown in the following diagram. معناتها كاع لي كومبوزو تاع دايرت اكس، بما في ذلك دايرت اكس 10 دي 3 دي دي 10، بما في ذلك لي زوتر فيتور، يعني لي كومبوزو، عفوا لي كومبوزو، لي زوتر كومبوزو تاع دايرت اكس كاع يتكومونيكو مع دي اكس جي اي. والدي اكس جي اي في حد ذاته يكومونيكي مع الهاردوير، مع يعني مع الدرايفر، بين قوسين مع الدرايفر. اذا لابليكاسيون تاعنا ولا الجو تاعنا، يعني الجيم، هي ابليكاسيون تقدر تكومونيكي مع الدايركت اكس جرافيك انفراستركتور مباشرة كما راح نشوفوا في هذا المثال تاعنا في هذه الحلقة، أو أنها تقدر تكومينيكي مع الدايركت 3 دي دي ديس، اللي هو جسر ما بين لابليكاسيون والانفراستركتور. نشوفوا هنا مع بعض انيميريتين ادابتر، يعني تعديد ولا تعداد الادابتر، يعني لكارت جرافيك. ادابتر هي لكارت جرافيك. الادابتر is an abstraction of the hardware and the software capability of your computer. يعني الادابتر هو اختصار للجهاز تاع الكارت جرافيك والكابابيليتي تاع السوفتوير، يعني تاع الدايركت اكس، الكابابيليتي تاع الكمبيوتر تاعك. There are generally many adapters on your machine. عادة يكون هناك بزاف لكارت جرافيك في الجهاز تاعك، في الجهاز تاعك. Some devices are implemented in hardware. يعني بعض الأجهزة هي مستعملة في الجهاز الصلب. مثال عليه اللي هي الكارت جرافيك، وبعضها مستعمل في السوفتوير، معناتها الدرايفر. انت ما عندكش، صحيح انه ما عندكش الجهاز ملموس وينشاف بالعين في الكارت مير، ولكن عندك ابستراكشن تاعو، يعني اختصار ليه، يعني درايفر يمثل لك هذاك الجهاز.
وكأنه عندك جهاز ثاني، جهاز ثاني موصول بلا كارتمير، ولكن كلش تحت السوفت وير، كلش رهو، يعني كلش ذهني، حسابات فقط وليس جهاز. Adapters implement functionality used by a graphic application. الابليكاسيون الجرافيك تاع الابليكاسيون تاعك هو اللي يستعمل الخواص تاع الادابتر باه يرسم، باه يقوم بالرسم، بالرسم تاع ثلاثي الابعاد، تاع ثنائي الابعاد. The following diagram shows a system with a single computer. هذا المخطط يشوف باللي عندك جهاز واحد اللي هو هذا انيستي سنترال وحده فيها زوج ادابتر، فيها دو كارت جرافيك، كل كارت جرافيك تقدر تكومينيكي مع ان اوتبوت، مع ان اوتبوت، مع ان مع نون شاشه، مع نون شاشه. يعني الكارت جرافيك ممكن تحتوي على نون على نون شاشه، وممكن تحتوي على ام ادابتر، على ام ادابتر. لاحظوا باللي انه الادابتر الاول موصول بالاوتبوت 2 و3، والادابتر الثاني يعني الكارت جرافيك نيميرو 2 موصوله بالشاشة رقم واحد، بالشاشة رقم واحد. نروح نشوفوا حنايا في الامبليمونتاسيون كيفاه. طبعا هنايا هنا نستعملوا هنا البليز انترفاس، نخدموا بليز انترفاس، بليز انترفاس يعني الموكلي انترفيس. اذا اول حاجه لازم نكريو فاكتوري، لازم نكريو فاكتوري اللي هي تسمح لنا بالتعداد تاع الادابتر، وكي نكريو الادابتر هو اللي يسمح لنا بالتعداد تاع الاوتبوت. يعني الفاكتوري يجيب لنا الادابتر، والادابتر يجيب لنا الاوتبوت. اذا عندي هنايا لا فونكسيون فوندامونتال برينسيبال هي كرييت دايركت اكس جرافيكس انترفيس انتر انفراستركتور عفوا فاكتوري فانكشن. واش تقول هذه؟ تقول كرييت دايركت اكس جرافيك انفراستركتور لا فيرسيون 1.0 فاكتوري ذات جينيريتس اوبجكت يوزد تو انيميريت اند سبيسيفي فيديو جرافيك سيتنج. يعني هذا الداله تسمح بايجاد فاكتوري اللي بدورها هذا الفاكتوري تسمح بترقيم او تعداد وتحديد لي بارامتر ولا لي كونفيغوراسيون تاع لي بارامتر عفوا لي بارامتر تاع لا كارت جرافيك، تاع لا كارت جرافيك. واش تحتاج منا؟ تحتاج منا الجيد تاع الانترفاس فاكتوري، الجيد تاع الانترفاس فاكتوري، لانه كل انترفاس في الدايركت اكس تكنولوجي عندها جيد سبيسيال بها، جيد سبيسيال بها. الجيد يعني هو اختصار لجملة لجلوبال يوزر ايدنتيفير، جلوبال ايدنتيفير. طبعا هذا ايدنتيفير يعني اللي جيد تاع لي انترفاس تاع لا تكنولوجي دايركت اكس كلها مختلفه مع بعضها بعض، ما كاينش واحد يشبه خوه، لانه هذو دي ايدنتيفير، ايدنتيفيكاتور في نهايه الامر، دي ايدنتيفيكاتور في الاخر ترجع لي لوبجي فاكتوري، لوبجي فاكتوري. لاحظ باللي هنايا عندي فويد دو زيتوال، الاولى معناتها راح تكون ان بوينتر، يعني لي زانترفاس نخدمو هنايا بلي بوينتر برك، ما كاينش من ناكسيديوش لوبجي ديريكتومو، ولكن نخدمو بالبوينتر نتاعو، نخدمو بالبوينتر نتاعو. دوزيام اطوال اللي هي تعني لي انه راح ترجع لي، يعني هنا باي ريفيرونس تاع لوبجي راح ترجع لي فاكتوري. لاحظ هنايا الجيد هو هي انبوت، في حين انه الفاكتوري هي اوتبوت.
دو جيت عفوا هنا غلط، قلت لكم جلوبالي يوزر ايدنتيفير، هي لا لا جلوبالي يونيك ايدنتيفير الجيت اوف ذا فاكتوري اوبجكت ريفرنسد باي ذا بي بي فاكتوري بارامتر بوينتر تاع البوينتر يعني فاكتوري فاكتوري فول يعني الادريس ادريس اوف ا بوينتر تو ان فاكتوري اوبجكت ترجع لي اس اوكي الى نجاح العمليه ولا ترجع لي دي زيرور نلقاهم في الدي اكس جي اي ايرور. هذه موجوده في موجوده في الدي ال ال دي اكس جي اي دوت ليبراري ولا دي اكس جي اي دوت دي ال ال. طبعا هنايا هاني استعملت هنايا نشوفوا البروتوتيب ولا ديفينيسيون تاع لا فونكسيون كريي دي اكس جي فاكتوري باستعمال لو موكلي ديكلار موجوده في الدي ال ال دي اكس جي دوت دي ال ال. هنا نعطي لها الجيد تاع الفاكتوري على شكل ان اوبجي تاع جيد انت ستركتور وترجع لي باي ريفيرونس ان بوينتر لي ان بوينتر تاع فاكتوري وترجع الريتيرن فاليو هو على شكل انتجر يعني على شكل اش ريزالت. طبعا هنايا هنا الجيد هذا انا مين جبته؟ جبته من الهيدر فايل الهيدر فايل تاع تاع يعني تاع الانترفاس فاكتوري هذا 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 انا جبته من الهيدر من الهيدر الذي يحتوي على لا ديفينيسيون تاع فاكتوري الانترفاس فاكتوري. طبعا هنايا نعطي لها لا فونكسيون تاعي كرييت فاكتوري نعطي لها الجيت ونعطي لها بوينتر يعني ام بي تي ار اللي راح يخزن لي الفاكتوري اوبجكت فاكتوري تاعي كونفيرتي من بوينتر لوبجي فاكتوري ذلك باستخدام لا فونكسيون جيت تايبد اوبجكت فور اي ان او الموجوده في لا كلاس مارشال وطبعا كونفيرتيها الفاكتوري باستعمال موكلي سي تيب كونفيرت تيب يولي هنا اف ا لوبجي اف ا فاليد لوبجي اف ا فاليد حولته من اف بي ل اف ا يعني حولته من بوينتر للانترفاس فاكتوري فاكتوري انترفيس ديكلاري فاريبل تمبورير ان وكيو باه نحسب شحال عندي من ادابتر ونحسب شحال عندي من اوتبوت الفاريابل ادا على شكل طابلو تاع الادابتر اللي يشد لي كاع الفيديو كارد اللي راه موجود في الميكرو تاعي. قلنا كل ادابتر ممكن تحتوي على عده اوتبوت اذا الاوتبوت هنا راح يكون الطابلو تاع الطابلو اسمه في الفاريابل اسمه اوتس. اذا هنايا نعدد شحال كاين من ادابتر وذلك باستخدام لا فونكسيون انيم ادابترز الموجوده في الانترفاس اف ا نروحوا نشوفوها مع بعض نشوفوا لا ديفينيسيون تاعها. هنا لازم تكون متماركزه في 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 المركز الاول يعني لا فونكسيون تكون ما قبلها حتى فونكسيون تكون هي المتماركزه الاولى في الانترفاس فاكتوري في الانترفاس فاكتوري. اذا بما بين قوسين يعني نجعد يعني نطول في الطابلو تاعي بنون بان عنصر ان هنا يساوي صفر في الدوره الاولى ولكن يبدا يزيد في الدورات اللاحقه لانه هنا راني انكريمونتيت واحد الى ان عطيت واحد ضفت واحد الان. طبعا هنا واش يقول لا ديفينيسيون تاع هاد لا فونكسيون هنا تحسب لنا لي ادابتر حتى وين نوصلوا توصل ترجع لنا هذا النوع من ريتيرن فاليو
هذا النوع من الريتيرن فاليو هو نروح نشوفه مع بعض الديفينيسيو تاعو ايرور لوك اب نروحوا الايرور لوك اب نمد لها التيب تاع الايرور ولا التير تاع الريتيرن فاليو هنا الديفينيسيو تاع الايرور هذه واش تقول لوبجي ايتين تروفابل لوبجي ايتين تروفابل معناتها خلاصوا لي ادابتور لي جرافيت لي كارت جرافيك خلاصوا تحسبوا وخلاصوا تحسبوا وانتهينا وانتهينا الى قال لك هنايا اذا انيم ادابترز تاع لوبجي فاكتوري تعيطت يتابلي اللي اوكين كارت افيك لوردينال سبيسيفيك طبعا هنا نطولها لوردينال نطولها اي عدد نبداو نكريمونتو بالواحد من الصفر واحد اثنين ثلاثه ونستنى وقت ترجع لنا لا فونكسيون هذه ليرور هذه ليرور بهذا العدد هذا اذا تحصلنا على ليرور هذيك نخرجوا من لا فونكسيون من لا فونكسيون هذه نخرجوا من لا فونكسيون هذه ونسجل هنايا لادابتر النيميرو تاعو باه نشوفوا في الميساج بوكس باه لافيشاج تاعو هنايا لافيشاج تاع لا كارت جرافيك تاعنا دوك نروحوا نحسبوا الاوتبوت تاع كل كارت جرافيك الاوتبوت تاع كل كارت جرافيك وذلك باستخدام لا فونكسيون انيم اوتبوت انيم اوتبوت الموجوده في الانترفاس ادابتر هذه المره انيم اوتبوت ماهيش موجوده في الفاكتوري وانما موجوده في الانترفاس ادابتر بنفس الطريقه نحسبوا نكريمونتيو ولا نعطي عدد كيو فاريابل كيو دائما نزيد له واحد دائما نزيد له واحد نكريمونتي له واحد ونستنى وقت لا فونكسيون انيم اوتبوت ترجع لي ليرور هذه ليرور بهذا النوع هذا العدد هذا اذا تحصلنا على هذا العدد معناتها خلصوا الشاشات عدد الشاشات تحسبوا كامل خلاص ونخرج من لا فونكسيون باستخدام اكزيت دو وفي الاخير نافيشي الاوتبوت تاعي المناسبه للادابتر تاعي نافيشي الاوتبوت يعني المونيتور يعني الشاشه المناسبه لكارت جرافيك تاعي ندير اف 5 طبعا هنايا كي تروحوا للاس دي كي تاع 2007 ولا تاع 2010 تلقاو لي ديتاي كامل ولا تروحوا للسيت اوفيسيال تاع مايكروسوفت هنا الادابتر 0 راه عندي الادابتر رقم 1 الادابتر هذا عنده هو الرقم 0 ولكن هو البريمي لا بروميير كارت جرافيك اي تي انيميري الادابتر الاول يحتوي على الاوتبوت الاولى يعني الادابتر 0 يحتوي على الاوتبوت 0 يعني الشاشه اللي راكم تشوفوا فيها هذه الشاشه هذه موصوله مع لاكارت جرافيك اللي جايه انتجري داخل الميكرو هذا اللي راني نخدم به الحلقه تاعنا هذه اذا الادابتر رقم 2 اذا هذا البي سي هذا اللي راني نخدم به السامبل هذا العينه هذه التيتوريال هذا يحتوي على دو كارت جرافيك الاولى والثانيه هذه الثانيه راني في الثانيه هنا خرجنا هنا انتهينا اي انه لا كارت جرافيك نيميرو 2 ماهيش موصوله بحتى الشاشه هنا نخرج ونقول لكم كاش سؤال ولا اطرحوه وانا ان شاء الله نجاوبكم عليه اذا قدرت